مواليد برج الدلو، كيف بده يكون اسبوعك الاول من شهر 11؟ ما تنسى تسمع البرج الشهري، صار موجود على الصفحه. مواليد برج الدلو اكيد اسبوع بيكون حلو من بالاول، يعني اول نهار نهار الاربعاء بتبلشوا بزخم، في مصالحات، في اخبار حلوه بالعلاقات العاطفيه، بعلاقاتك مع اولادك، بعلاقاتك، لانه في ميل، في تسارع بالاحداث. هيدا نهار بقول لك خلص كل امورك، بتكون الامور لصالحك 100%، يعني نهار واعد. ولكن نهار الخميس والجمعه والسبت لغايه الصبح السبت الساعه 10:30، هون انا بقول لك القمر ببرج السرطان، كانه في عندك خبر او مشروع او عقد جديد بالعمل بدك تهتم فيه، وكانه في عندك تحديد لديدلاين، يعني تحديد لموعد محدد لانهاء عمل محدد تنجح فيه وبتقوى فيه، ورح يكون عندك مكسب مالي. بس ما تتماطل، خلص على الوقت، ما تحمل الأعمال معك لغاية نهار السبت الصبح، خلص كل الأمور اللي عليك. ويمكن يكون في عندك أمور صحية بتناقشها، استشارات طبية، وانتبه لغذائك ولنومك لأنه في عندك تقلبات بالمزاج شوي، وعندك شغلة بال، ونومك ما بيكون في استقرار بالنوم. بعدين نهار السبت الصبح والأحد والتاني بدك تكون منتبه وتاخد حذرك من المواجهات، ويمكن يكون في عندك خلاف أو اختلاف بالآراء بينك وبين شركائك العاطفية أو العملية. يمكن يكون عندك عمل جديد، مشروع جديد بدك تبديه، يمكن يكون في سوء تفاهم بينك وبين الأحبة، أو يمكن يكون في يعني مثل يعني مثل كأنه عم مولود برج الدلو بده يشوف توجهاته المستقبلية بينه وبين شركائه العاطفية، يعني شوف له وين رايح. في عتب، في أحاديث، بس كون قد المسؤولية وما يكون في حوارات صاخبة لأنه أنت بتكون الحلقة الأضعف. من بعدها القمر لما بينتقل لبرج العذراء نهار الأربعاء بتتنفس، بترتاح، بريحك القمر، بخليك تكون هيك متأثر ببعض الأمور العاطفية، بيسمح لك يكون عندك مصالحة، بخليك تكسب أموال، بيحط النقاط على الحروف، وبتلاقي الدعم من المحيط. وبنفس الوقت يعني هيدا القمر بيسهل لك أمورك المالية العملية، وبرجع لك حقوقك حتى، وبتقدر تعمل مصالحات، وبتكون الأمور مريحة. بشوفك على خير مولود برج الدلو.